it's a labor of love, and we love doing it every day. We're proud of it. Are you proud of it? Very proud. أو شو بذكركم هالمنظر؟ وين نحن؟ نحن بأول مطعم إيطالي بالميدل إيست متخصص بشو؟ بالفوكاتشيا. يعني لما نحكي فوكاتشيا يعني نحن ما عم نحكي عن 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 أي نوع بريد أو أي نوع دو، لا لا، اللي عم نحكي عنه نوعية البريد. الفوكاتشيا هي شو؟ My name is Karam. I am the wife of the Italiano. So he's the primary suspect here. My name is Maurizio. I'm the husband of Karam. Well, I love focaccia. I love burrata, and she loves tiramisu. It is a very much a family business, and we have only three partners. Our third is Chef Davide, who's an executive chef, and he's the three Michelin star one. If he didn't say yes to the idea, we would have never opened this place. Not just another Italian. That's why we didn't want to open an Italian restaurant. This is a new concept. There are many Italian restaurants, there are many pizzeria. This one, what we did is a different concept. Focaccia, we can say that focaccia is same family of pizza, ma at a different level. More healthy, and the focaccia that we do here is a focaccia gourmet with prime ingredient, 95% coming from Italy. 72 hours of fermentation. لما نحكي 72 hours 72 ساعة متخمرة برا، معناتها لما انتو تاكلوها حتاكلوا عجينة يعني كتير مريحة للمعدة. مش بس هيك، الانجريدينس اللي موجودة عليها سوبر فريش، فاين داينينج انجريدينس على بيس اوف فوكاتشيا. ومين اللي عاملها؟ ميشلان ستار شيف 3 ستارز. واو. هنبلش بهالبيس الحلوة. هون عم نحكي عن مارغريتا توميتو بيسل، فيري سمبل. يا ريت سمعتوا القرشة والبابلز اللي هون من هاي، بس في عنا كتير بدنا نجربهم. هالقطعة، هالقطعة شو اسمها؟ أو شو بيسموها بإيطاليا؟ كامبانا. وليش؟ البريساولا أون توب، اليالو توميتو فروم إيطالي، والموزوريلا. طلع طلعوا البابلز. مش بس هيك، انا بدي اخذكم برحله وتشوفوا التحمصتها من تحت. خلصنا حكي، اسمعوا الصوت، حسوا بالطعم. والله غرام. والشهيره ترافل، يمكن نفس العائله من تبع البيتزا، بس ما لنا بيتزا، هي فوكاتشيا. ليش؟ الليفل تبعها اعلى. يمكن البيتزا بتنعمل بثلاث دقائق، بس الفوكاتشيا بتقعد 20 دقيقه. يعني انا اليوم اذا باكل هول العشرة فوكاتشيا ما بحس بشيء، باخذ قطعتين بيتزا بتفرق معي كثير. شو عاجبني بالموضوع؟ كل بايت إلى طعمي وكل طعمي إلى نكهة. خليكم هيدي هنفتحها هيك هنفرجيكم وبتاكل. في زوكيني اون توب وموزوريلا. حكينا عن الترافل، حكينا عن المارغريتا، وحكينا عن البروساولا. هلا فتنا بالساندويتشز، والساندويتش الشهير روستيكا. طلع 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 البريد. اسمعوا اسمعوا اسمعوا. واو. توميتو بيف سباك ابريانزولا. يا جماعه بس شو، لا لا لا، شوفوا شوفوا، انتم فاكرين سلامي؟ لا، سلامي ميلانو، بروفولون تشيز، ارتيشوك، جرين صوص ميد ان هاوس. احنا عم نحكي وعم نقول وعم نقيم شو الفوكاتشيا بحد ذاتها. هي هيدي البريد، البابلز كيف معموله، الكريسبي لما ناكلها، اللي دقته هلا يمكن ضيقها كتير برا، بس على على شيء عادي جدا. بس انا اليوم كانه قاعد بمعمل بيعمل فوكاتشيا كله سوا، والوحيد يمكن اللي موجود بالميدل ايست فيه يقول انه انا عم دوق شيء رائع. يمكن كلياتنا بناكل بوراتا، بس هل نحن بنعرف شو هي البوراتا او من شو مكون البوراتا؟ هيدا فاين دايننج. بس شو هي البوراتا؟ هيدا اللي برا موزاريلا، اللي جوا ستراتشيتيلا، كلها سوا صار اسمها بوراتا. بس الجيم هون، هيدا هيرلونز توميتو بيكد لجمعه، لجمعه بيستو صوص مع اوليف اويل ويا عين. بس مش هون الجيم، الجيم هون نحن بنعرف شو منقوشي. ايه لا، فوكاتشيا على منقوشي. بس طلعوا الكيف، طلعوا منا بابل، ولا شو تسمعوا الصوت؟ او ماي جاد، هيدي الى جيم. بعد شوي فرجيكم على شغل، خليكم معي هون. يا بتجيبوها هيك، هاي بيستو بيكل توميتو هيرلونز توميتو مع ستراتشيتيلا. بتغمضوا عيونكم وبتحسوا فيها، مش طبيعي طبيعي. لا لا لا، منو سلط، هيدا الطبق الاساسي عندهم. تاني ايتم، بس هنزيح هيدا هيك شوي على جنب، حنلعبها بجيم مختلف كليا. بنجيب هاي هيك.
شوفوا انتم ان شاء الله تكونوا عم تسمعوا الصوت. نفتحها هيك بنجيب هاي. لا لا مش قشطه يا جماعه، مش قشطه والله العظيم مش قشطه، ما تفهموني غلط. تراتشيتيلا على منقوشه زعتر من فوق، فوكاتشيا فيرمنتد، يعني اكثر اكبر من هيك بابل اكيد لا. شو بعمل؟ بجيب هيك زيت اوه بتسكروها هيك طلع وبتاكلوا. اوه ماي جاد، مش لبنه ومنقوشه زعتر، لا فوكاتشيا زعتر ستراتشيتيلا من جوا اوليف اويل وبتاكل. original recipe of شو pick me up. شو يعني pick me up؟ يلي هي معناتها تيراميسو، هيدي معناتها pick me up. مش الرجل التيراميسو اللي بتشوفوه برا. The tiramisu story is basically really a family story whereby the in 1958 there was Speranza Bon, the great aunt in Mauricio's family, who had a restaurant in Treviso, and there was a visiting Greek princess. They asked Speranza to make something for her. So she prepared something in an imperial cup and she sent it to the princess. And that something was called La Coppa Imperiale, the imperial cup. The princess loved it and they kept on ordering it. It became very famous. And then people started coming and asking for this dessert that they referred to as, please give me that pick-me-up dessert, which means tiramisu in Italian. عم نحكي عن original recipe. عم نحكي عن طبقتين بس. الحلاوة بتبلش من فوق وبتنزل نزول. اللي فوق شاكلت مبروش فريش على وشها. شوفوا الصفار. مش معودين هيك نحنا. لا ابدا مش معودين. بس هيدي الرسم الأصلية. هيدي الريسيبي وكانوا يسموه لهيدا الامبيريال كاب، انعطى للجريك برنسس. الجيم بالدرينك هون بسيط كتير هيك حلو مهضوم. 1922 الايتاليان هيدا الدرينك مشهور عندهم، بحبوه معودين عليه. والله اتس بريتي جود، اتس جود. خلينا هلا ناخذكم بالرحله هون. في حدا ما بحب الديزرت؟ في حدا مش اكل تيراميسو؟ على فكره حلو الجيم بيك مي اب، مشان هيك تسمى. يعني بيك مي اب بتاخذها وتروح هيك بتنبسطوا فيها بترتاحوا فيها. وفعلا حندوق شغلتين، حندوق اول شيء الطبقه اللي فوق هيك بس لحتى نشوف. Why it's so different? It's because if you look at the tiramisu that we have, first of all, the base is made in the mocha maker, the Bialetti, the traditional mocha maker. We only make two layers, the lady fingers and the yellow mascarpone layer, thick layer of cream. And it's yellow, it's not white. And the toppings are original chocolate shavings. We don't use cocoa powder. مش السويت اللي انتو بتفكروا هيك كتير، لا. Very balanced. هلأ مندوق كيف التيراميسو. بدكم تنزلوا لتحت هيك وتضربوا هيطلع معكم كل شيء من هون. هلا بنحكم على الطعمه. بدلني اكل اليوم. هيدي التيراميسو مش اللي معودين عليها اكيد. سوبر جود، طعمته حلوه فعلا عن جد. مجربين كثير نحن التيراميسو برا. التيراميسو بيختلف، كل المطاعم كل العالم تقدمه، بس مش الكل عندهم ريسيبي محافظين عليها. يعني التوليان محافظين على هيدي الريسيبي من ايطالي، جابت لهون بدبي بقلب هالمكان قصه ثانيه. Why two layers? It's because Speranza Bon wanted the princess to choose to be the ultimate decision maker on how sweet she wants it. So if she wants it sweet, she sticks to the top. If she wants it less sweet, she goes to the bitterness of the coffee. This is really as traditional as you get when it comes to tiramisu. We are the only ones in the family who took this recipe out of Italy. What makes a good tiramisu better than others is the balance. If you strike the perfect balance in terms of sweetness, sogginess, it's not too soggy from the coffee, and the creaminess, you get the perfect tiramisu. لا يا جماعة منو كيك، ابدا منو كيك. هي زيت الفوكاتشا اللي اكلناها واللي كنا عم ناكلها، سينامون فانيلا شاكلي ستافت بشو بجيلاتو. في احكي ولا شو؟ ولا بدي دوق دغري؟ ولا بدي بعد اوصف هيدي الفوكاتشا؟ طلعوا هرفعها هيك بيورلي جيلاتو. عم ناكل نحن اليوم سمثينج عن جد، يعني السينامون والشوكليت الفانيلا والجيلاتو الفوكاتشا بريد اللي هي هيك سبونجي. It's a very good dessert, not heavy. Gelato كلها بنعرفه، فانيلا. بس الحلو انه تعملوا شيء من قلب الكونسبت ذاته ويكون هو ديزرت. Everything is original. Like we in Italy we grow up drinking coffee from this mocha. We use exactly the same. It's a big responsibility. We're super proud. This is a legacy that we're carrying. Every morning the stringent controls that we have to make sure that every day when people come to try our tiramisu it's exactly the same taste as yesterday or as tomorrow is a responsibility that we take very seriously. So basically, we take everything but food not seriously. The only thing that we take seriously in this place is food. It's a labor of love and we love doing it every day. Are you proud of it? Very proud. Thank you. Thank you, guys.
حلقتنا بإيطالي خلصت؟ لا، بس نحن ما سافرنا على إيطالي، نحن جينا على دبي بأوثنتيك إيطاليان بليس، ريلي كول، فيري هومي. عن جد هيدي الحلقة كانت مميزة، كتير انبسطت، دقت أشياء عن جد طيبة جدا. شوفوا الحلقة اللي بعدها، بس أهم شيء لتقدروا تشوفوا الحلقة اللي بعدها شو؟ لايك. عم اكبسوا على السبسكرايب يطلع لكم شغلات حلوة، ورنوا لنا هالجرس، رنوا على الخفيف. يلا